طه السلامي او الملقب طه ايس. صباح الخير يا وليدات، نهار جديد، نهار توب، نهار بوغوس، مرحبا بكم. طريق جديده في مدينه الدار البيضاء، وليدات اون فورم يعني. اليوتيوبر اللي عزيز على المغاربة كاملين من صغيرهم لكبيرهم، واللي كان خدا أول مؤثر مغربي محبوب عن المغاربة سنة 2020 حسب فيستيفال ليزامبيريال. طه تزاد نهار 13 سبتمبر سنة 1994 وسط عائلة لابس عليها ومعروفة بزاف، حيت هو الحفيد ديال أشهر ممول حفلات في المغرب اللي سميتو رحال السلامي. طه قرا في كازا حتى الباك، ومن بعد قرر أنه يمشي يكمل قرايته على برا في فرنسا، ودار دي ستاج في كل من برشلونة ودبي. طه بسبب الحب ديالو التصوير كان داير باج في فيسبوك يلوح فيها فيديوهات ديال اي بلاصه مشى ليها، ومن بعد ما لقاو اقبال كبير عند الجمهور المغربي غادي يقرر يفتح اول قناه في يوتيوب نهار 11 غشت 2017، واول فيديو لاح فيها كان كيعرف فيه على راسو المحتوى اللي غادي يدير في القناه. واحد لا نوفيل، سميتي سلامي طه بور الناس اللي ما كيعرفونيش، و جو سوي دو كازا. دونك كدرت واحد لي فيديو سوغ فيسبوك اللي تفاعلوا معهم الناس بزاف وعجبوهم، واللي خلاهم انهم يصيفطوا لي دي ميساج باش يموتيفوني انني نديفلوبي هادشي كثر ديال لو بارطاج. دونك اليوم سي ديسيدي جو لونس سور يوتيوب. من بعد غادي يمشي يسافر للشمال وتماك فين غادي يصور دي فلوك ويبارطاجيهم في القناه ديالو. من بعد غادي يقرر انه يسافر على 51 دوله من كاع القارات غير بكومبين كار وبلاكا مغربيه. من بين البلدان اللي عجبو طه بزاف كانت من بينهم الفلبين اللي كانوا ديجا سخيين معاه بزاف واخا كانوا كيعانوا من الفقر، وصحراء ديال بوليفيا اللي كتعتبر اكبر صحراء ديال الملح في العالم واللي كانوا فيها كاع الرايات ديال الدول الا المغرب. طه ملي خرج من المغرب كان هاز معاه ثلاثه ديال الرايات، وحده منهم تعلقات تماك لأول مرة. ميدي برو مروكو كوريا قفروا اليوم قفروا. حل حل جبت لي الدرابو، جبت لي الدرابو، غادي تعلق الدرابو دابا تو شوي بسبب هذا الانجاز. طه غادي يقدر يوصل 60,000 ابوني في ظرف 3 اشهر. حاليا القناه ديال طه ايسو دابايا واصله 2 مليون ديال المشتركين، والحساب ديال الانستا ديالو حتى هو 2 مليون ديال المتابعين. طه في النهار لانيف ديالو اللي غيكمل فيه 24 عام قرر انه يدير اكبر ميطاب في المغرب اللي يجمع فيه كاع لي فان ديالو اللي كيسميهم الوليدات. تقريبا داك النهار جاوا الالاف باش يشاركوا ديك الفرحه، وفرق على شي وحدين دي كادو. En gros, pour Nas Dieli Vlog, Adin Tchavet, table Adi. Je me suis grosse surprise organisée par Monsieur Ali, le chef de l'event, le patron. ديك الساعه تمشاو 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 با. من بين اجمل الفلوغات اللي دار طه ايسو هما ملي كان في صحراء البوليفيا وعلق العالم ديال المغرب، والفلوغ ديال المنتخب الوطني في الكوديفوار. وبكل صراحه وانت كتفرج في الفلوغ كتحس باللي راك وسط التيران. طه معروف بحب الناس ليه، وهادشي راجع للتربيه الحسنه والتواضع اللي فيه، فواخا من عائله لاباس عليها ورغم المستوى اللي كيعيش فيه فطه متواضع ديما وكيعيش بحال اي ولد الشعب. فين؟ فين بلاصه بعيد؟ هنا هنا هنا. شو سرمواتي؟ شو سرمواتي؟ تبعك؟ ما ادري اكثر منك. يلا بينا. سي زكريا الله يهديك صاحبي. سي زكريا. بس الله يهديك صاحبي. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وفي ماي 2019 مشى للعمرة. طه ايسو شاب طموح وكيخدم على راسه، فيديوين ستيك في الاخر وما كتقدر تفوت حتى لحظه من الفلوغ. طه كان دار جوج ديال لي كونسيبت في يوتيوب اللي هما 24 for 24، ومن بعد الهاشتاج ديال 25 with 25 واللي من خلالهم قدر يجمع 20 مليون مشاهده. هاد الفيديوهات كان الكونسيبت ديالهم ان طه يدوز نهار كامل مع شي شخصيه معروفه واللي يخدم شي خدمه جديده عليه ماشي في الدومين ديالو. السيده ان شاء الله اللي غنفتحوا ليها اليوم، دفع ليها يفتح ليها طب تقبل بيت هاشتاك 24 اللي نفتحوا له اليوم سوق لي بريد دابا لا بصح حدو صدو يلا اش كندوي بشويه انا تليفون كنديماريو وهو يا سلام يا سلام على رويس رويس يعني رويس رويس جوست واحد القضيه واعره سيكو الباب كيتحلش
طه بسبب الطيبة ديالو مخلي علاقات زوينين مع اليوتيوبرز الاخرين وديما كيتفادى يدخل معاهم في شي مشكل ولا يتحداهم. بزاف ديال الفيديوهات ديال طه كانوا وصلوا الطوندونس المغربي، ومن بين هاد الفيديوهات الفيديو اللي دار مع بوشرة، المراه اللي عندها 56 سنة واللي قنعها انها تعاود ليه القصة ديالها ملي مات والدها البرجوازيين وخرجت الزنقة، وكان هذا من بين الفيديوهات اللي وصلوا 1.5 مليون مشاهدة غير في 48 ساعة. اليوم غادي نبلبلوا اكثر من اليامات تبلبلوا تبلبلوا تبلبلوا. مؤخرا في الاخر ديال عام 2022 طه شارك مع الجمهور ديال الترانسفورماسيون اللي دار واللي خلاته نقص 20 كيلو في ظرف 4 شهور. هذا الفيديو اللي لاحظها خلق ضجه كبيره في السوشيال ميديا وموتيفا بزاف ديال المتابعين ديالو باش انهم يهتموا بالرياضه ويدخلوا للاصا. الى رجعنا للطفوله ديال طه، فايسو كان كيموت على الكره وكان كيلعبها ملي عنده 3 سنين ومن ديما كان كيحلم انه يكون لاعب ديال الكره. يا جوي ما تخلصش انت ما تخلصش. كيفاش نربح وكيفاش نخسر، كيفاش نواجه، كيفاش نبدع. طه ودادي كيشجع الوداد هو والعائله ديالو، لعب مع الوداد ودا شامبيون ماروك 3 مرات، ولكن للاسف الحلم ديال طه ما كملش والسبب هو اصابه خطيره في الظهر ديالو. طه معروف عليه انسان متواضع وكيبغي الخير للناس وعزيز عليه يعاون المحتاجين. الدليل على هادشي انه خدا واحد القدر ديال الفلوس ديال اليوتيوب وشرا بيه قفاط رمضان وفرقوا مع المحتاجين. اللي دخلنا في هاد لا فيديو ديال الفلوس غادي ندوبلها ان شاء الله باش نعاونوا الناس. سيدي مكفا ان شاء الله اللي غنفرقوا دابا توتفيت، بغيتو تفرقوها معنا ويلات مرحبا بكم. عائلة سلامي معروفة بتمويل الحفلات، داكشي علاش داز العرس ديال خو عالي في مستوى برجوازي لدرجة أن اللحم كان بالذهب، ومن هنا كيبان الثروة اللي واصلة لعائلة السلامي. رغم ان اخو عالي متبع الدومين ديال جدو رحي الله يرحمه، فطه ما كيفكرش يتبع الدومين بسبب ستريس اللي فيه. طبيعه الحال كيرجع النيفو اللي فيه عائله السلامي لجدهم رحال اللي كان اكبر تريتور في افريقيا من بعد ما كان بدا غير من الزيرو، ولكن السبب اللي خلاه ينجح هو المعقول والمعامله الحسنه اللي كانت كتدفع الخدامه ديالو يخدموا مع العطل والمناسبات ويزيدوا حتى السوايع، وفي الوقت اللي كيبغيهم كيلقاهم وكيعتبروه بحال باهم. وبطبيعه الحال رحال كان ديك الوقيته رائد في الاعمال والمشاريع الصغيره، فكان هو اول واحد غادي يدخل التبل للمدن الكبيره، ومن بعد الذبيحه كيدور يجمع المصارن والكرون ديال الحولي وكيبيعو. في الوقيته اللي كانوا فيها القهاوي كيبيعو غير الحريره وبساره، فرحال ابتكر منتوج جديد في المغرب وخلى الشعب المغربي يتعود عليه، واللي كان اول واحد دخل الفكره ديال الساندويش للمغرب، وكان كيبيعو مع الفريد في المحلات ديالو وفي التيرانات ديال الكره. سنه 1969 الحاج رحال غادي يفتح اول دار ديال الحفلات والمناسبات، وبدا كينظم الاعراس وكيمولهم بالتغذيه، ومن هنا فين غادي بدا يتشهر الحاج رحال بالاختراعات ديالو في مجال الطبخ، حتى الوقت اللي غادي يسمع به الملك الراحل الحسن الثاني وغادي يكلفو باش يكون ممول للعائله الملكيه. من هذا الفيديو كنتمنوا الرحمه لجد طه ايسو الحاج رحال السلامي، وكنتمنوا مسيره موفقه للاخ طه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش تبارطاجيوه وتخليو لينا لايك واشتراك. كان هذا هو الفيديو ديال طه ايسو، نتلاقاكم ان شاء الله مع شخصيه اخرى.